من الأمور التي عادة أحب أتكلم فيها وهي ذات مغزى شرعي إداري ما يعرف بمفهوم الجودة. فكلمة الجودة حقيقة أحبتي في الله تعالى هي لها مدلول إسلامي أصلا، لأن الله تبارك وتعالى أول من وضع نظام الجودة. وعندما تأتي تنظر في القرآن الكريم تجد أن كلمة الجودة مصاحبة لكل مخلوقات الله، لكل صنع الله تبارك وتعالى. مثل بسيط جدا، عندما قال الله وصوركم فأحسن صوركم، أليست هذه جودة؟ أحسن، أحسن صوركم يعني مجرد تصوير عادي، وإنما تصوير متميز جدا. والله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من النصوص. نأتي هنا إلى المطلوب منا. الله تبارك وتعالى قل يا بلوكم أيكم أحسن عملا، لم يقل أكثر عملا، أن عندي كم وعندي كيف. الدول الراقية بتنظر إلى الكيف قبل أن تنظر إلى الكم، ولذلك النوعية المتميزة من الصناعة هي التي تستطيع أن تنافس في عالم الصناعة. النوعية المتميزة من التعليم هي التي تستطيع أن تنافس في مجال التعليم. أما الأشياء التقليدية ما لها وجود الآن، ولكن أنت بتكلم مع إخوان هنا في الهلال، أنتم جزء من الأمة، وبصلاحكم قد يصلح قطاع ليس هينا في الأمة، لأنك أنت لبنة من صرح هذا الإسلام العظيم. أي جدار في العالم لا يقوم إلا بلبنات، عندما ترص رص صحيح يخرج عندك جدار متكامل. فأنا لا أقول أنا ماذا أصنع، اصنع لنفسك ودع غيرك، ابدأ بنفسك واترك غيرك. يوم القيامة كل يقول نفسي نفسي، لماذا تكون إمعة؟ لماذا أكون ذنبا أو ذيلا أو تابعا؟ لماذا لا أكون سيدا؟ على الأقل أسد نفسي. الله تبارك وتعالى جعلني مسؤول عن تغيير نفسي، ما جعلني مسؤول عن تغيير المجتمع إلا إذا كانت عندي صلاحيات. فأنا مسؤول عن نفسي، ونفسي تعني أنا وزوجتي وأولادي. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، هذه المسؤولية رقم واحد، هذه المسؤولية رقم واحد التي لم ولن يسأل عنها أحد سواك. عندما أعود إلى مفهوم الجودة، نحن أمة المفروض أن نحافظ على الجودة. الجودة عندنا في الإسلام تعني ثلاثة أمور. الأمر الأول بذل أكبر قدر ممكن من الجهد المعرفي والبدني لتحقيق الوظيفة التي تقوم بها. معاملة من المعاملات وأجأتني وأنا محاسب، مفروض أنني أبذل عصارة فكري في أنها تكون صحيحة، ما أأديها بصورة تقليدية أو بصورة شبح، وإنما ما دام أنا طبيب عندما يأتيني مريض أنا أبذل أقصى ما عندي من الخبرة لعلاج المريض والبحث عن حالته وتحديد الداء وصرف الدواء المناسب. إذا ما في شيء بالشبه، لأن الشبه ده معناه أنك أنت قد تضحي بحياة مريض. إحنا عندنا مرضى يعانون من أخطاء أطباء، طبيب لم يأخذ بأسباب الكشف الدقيق ترتب عليه أنه أخطأ، بدل ما يكون عنده حصى مثلا في المسؤول يقول عندك مثلا عندك التهاب في الزائدة الدودية، يعمل عملية ما يجد المرض الذي يجد، ممكن دخلنا في فيلم هندي. ولذلك أول شيء في الجودة تعني أولا أنت مؤتمن على العلم الذي علمك الله إياه، فينبغي عليك أن تبذل كل ما لديك من العلم لإصلاح الحالة التي أمامك، سواء كانت طبية تجارية، سواء كانت تصرف تنمية موارد، سواء كانت دعاية إعلام تسويق إدارة كتابة كتب. لابد إخواني ما ينفع أنك أنت تمشي الكلام أي شغل، هذا ما يقبل عند الله أبدا. لابد لك حتى تأخذ أجر كامل أن تؤدي العمل بطريقة في غاية الإتقان. هذا عمل في مؤسسة تخدم المسلمين في العالم وغير المسلمين، فلا بد أن يكون كل فرد فيها في غاية اليقظة أن يؤدي العمل، بشرط أي مراجع يراجع بعدي لأن يجد وراي ثغرة أبدا. ما أنتظر أن فلان يصحح خطأي، لأن قد يمر الأمر اعتمادا على الثقة فيه وقد يفنى خلق، وقد تترتب تضييع مصالح نتيجة عدم إتقان للعمل. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، قال هذا الكلام في شيء عجيب جدا. هذا الحديث ورد في دفن ميت من الأموات، واحد ميت النبي حضر دفنه عليه صلوات ربي وسلامه من الصحابة ووضعوا، والإخوة اللي بيحطوا اللبن عليه وبيوروه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قاعد يشير إلى بعض الفتحات الموجودة بين اللبن. هذا ميت يعني سواء احنا دفناه بالطول بالعرض وضعنا حطنا عليه طن وتراب وسكرنا عليه، يعني الإتقان فيه ما هو مطلوب زي الأحياء.
ورغم ذلك النبي لفت انتباه هؤلاء حتى وإن كان العمل يتعلق بأمر غير حيوي ينبغي أن تكون فيه متقنا. فقال الكلام ده للحاد الذي يضع اللبنات ويضع التراب على ميت تحت التراب لا علاقة له بالحياة وقد خرج منها. فالعلماء يقولون إذا كان النبي يراعي الإتقان في هذا الأمر فما بالك بغيره. ولذلك الجودة مطلوبة في جميع الأعمال، سواء تصلي صلي صح. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي، قال له بعد ما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليه قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه غير مطابق للمواصفات، ما في جودة. مرة واثنين وثلاثة قال ما أعرف، قال له أعلمك. إذن أنت مطالب لما تصلي صلي صح، لما تصوم تصوم صح، لما تشتغل في وظيفتك الأساسية تشتغل قمة الصح، لأن ده راتب، الراتب اللي بتتقاضاه مقابل هذا العمل. فإذا كان هناك تقصير في الناحية الخبرتية العملية، في الناحية الحرفية العلمية، فقد أدخلت الحرام على نفسك وعيالك. نحن لسنا يا إخواني كهنوت، الإسلام مش الصلاة فقط، الصلاة كلها ساعة في 24 ساعة. طب 7 ساعات في الهلال ماذا أصنع أنا؟ هذه أهم من الصلاة، لأنها إذا لم تكن حلالا ما استفدت من صلاتك شيئا، لأنها كلها منظومة واحدة متكاملة يا إخواني. الطعام والشراب الراتب اللي بتاخده بيأثر في الصلاة سلبا أو إيجابا، لأن النبي أخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد إذا أدخل جوفه شيئا من الحرام لا يقبل الله منه عمل ولا يستجيب له دعاء. خليني النهاردة أنا موظف لا أتقي الله في عملي في الهلال وما حد واخد باله مني، صلي إمام في المسجد الحرام لن يقبل الله منك صرفا ولا عدلا، لأن الذي خنته في العمل لن يقبل منك في المحراب أصلا، لأنك أنت واهم، أنت بتلعب، تدين واحد، منظومة واحدة. فكونك أنك أنت بتتقي الله في عملك الإداري أو عملك الفني هذا يفيد في صحة الصلاة. فأنا الآن عندما أكون طبيب، عندما أكون مهندس، عندما أكون محاسب مدير إدارة، أبذل أقصى ما عندي لإنجاز العمل على أكمل وجه. هذا مطلوب شرعا يا إخواني دين. دعك من تجديد العقد أنك أنت شغال في الهلال، أنك أنت شغال في أي مكان، هذا بعيد عن رأسك تماما، لأن الذي جاء بك إلى هنا هو الله، والقادر على أن يخرجك من هنا أيضا هو الله. واضح يا عم عماد؟ مش أحد، لا واسطة ولا غيره، أنت جئت بالله وتخرج من هنا بالله، فلازم تربط نفسك بالله الواحد. وبعدين لو فقدت الهلال لن تفقد رب الهلال ورب السماوات والأرض، وهو الله الذي يطعمك ويسقيك. فأنا لا أجعل أبدا في بالي أن يرضى عني المدير المباشر، وإنما أن يرضى عني رب السماوات والأرض، هذا أبقى، هذا هو الله الذي بيده كل شيء، الذي يعز ويذل ويخفض ويرفع ويعز ويمنع. الناس ما هم لكل شيء، ورضا الناس غاية لا تدرك. قد تكون أفضل الناس في الهلال ولكن شكلك مش عاجب المدير العام، ممكن يطيرك، خليه يطيرني، ولكن لي رب، لي مدير تنتهي علاقتي به، ولكن لي رب لن ينساني ليلا ولا نهارا. ولذلك أنا أربط نفسي بالله الواحد فقط، لأنه هو الذي يقبل وهو الذي يصوب وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع وهو الذي يحيي ويميت وهو الذي يعز ويرفع. أما كونك تضع علاقتك مع عبد زيك قد لا يرضى عنك وإن كنت أحسن الناس إبداعا. ولذلك أنا أترك رضا الناس غاية لا تدرك، ولكن رضا الله سهل. رضا ما أسهل رضا الله سبحانه، لأن مسألة واحد زي الواحد يساوي اثنين. إذن الجودة مطلوب منك في كل عمل، على رأسك مسؤول مباشر، عندك تفتيش، عندك رقام، عندك ما هو بشغلي، أنا أراقب الله وحده. عملي الدوام بتاع 7 ساعات، حتى الجريدة ما أقراها ما دام هناك عمل للمراجعين وعمل المؤسسة، حتى الجوال ما أفتحه ما دام هناك عمل للناس. عندما أكون عندي فراغ لا مانع، ولكن أقرأ ساعة جرائد وشاي وقهوة وقاعد سوالف، والناس يموتون في العالم وينتظرون منكم مد يد المساعدة لهم. انظر للعالم الآن، أنت آمن مطمئن في ناس إخوانك الآن في سوريا يفترشون الأرض ويلتحفون السماء، الصقيع يجمد أطرافهم وانت قاعد مستأنس أحيانا شغل التكييف وعاشر على عشرة، هذا مسؤول منك. ولذلك تعطيل معاملة أو تأخير المعاملة لأي محتاج في العالم أنت المسؤول عنه يوم القيامة، ما دام عندك فرصة أنك تنجز تبدع العمل، أعلى ما عندك من الطاقة اشتغل وطلع العمل بتاعك، لا يمكن لأحد أن يتابع في أمر. الأمر الثاني مع الجودة الإتقان جودة الوقت. العمل ده يحتاج كم دقيقة؟ 10 دقائق، ما ياخدش ربع ساعة، لأن الإسلام يراعي البعد. هذا يوجد أبدا في مؤسسات العالم اللي عندنا نحن، لأن الله سيسألك عن عمرك عن الزمن مرتين، يسألك عن شبابك وعن عمرك كله. تعال يا عم شايف الليل عملت كم معاملة النهاردة؟ عملت 7 معاملات. طب كم ممكن
ربنا يقول لك ده انت مطلوب منك 20 معامله. أو والله رحت عند سلمت على أبس أو مبارك قعدت عنده نص ساعة، ورحت عند أبو سيف شفت عنده شاي، ورحت أبو فيصل قعدت معاه شوية، وأخونا محمد قال له هو هذا أنت مش موظف عشان هذا الكلام ولا على شيء الأعمال؟ فإذا أيضا لابد أن تحافظ على أهمية الوقت. معاملة تحتاج ربع ساعة ما تبقاش 20 دقيقة بدون ما يقول لك مديرك المباشر، لأن ربك هو الذي قال لك ذلك. ربك هو الذي قال لك ذلك. معاملة تحتاج 10 دقائق محمد ما تقعد ساعة عنده. محاسب ينام على المعاملة شهر ويجي المحصل يتسول مجرم، لأن المفروض تخلص تخلص عمل ينتهي في وقته، لأن هناك ناس أيضا مرام مسؤوليات وأمانات. عندما رجعك مرة مرتين وثلاثة وأربعة واجد معاملتي ما خلصت، ليش ما خلصت المعاملة؟ أنت اسأل نفسك ماذا تقول لله يوم القيامة؟ قد يكون مديرك المباشر ما يعرف فنيات العمل، ولكن الله يعلم، ولكن الله يعلم. فإذا عندما أعمل عمل أنزل خبر في جريدة في إعلام لازم يكون أبدع ما يمكن، أفضل ما يمكن، حسب الدقة، لأن المسؤول عن عمري، عمري هذا عبادة لازم أديها. يبقى إذا أول حاجة قالوا الفنية أن يكون في غاية الدقة فنيا. الأمر الثاني أن يكون في أقل قدر ممكن من الوقت، ما دام استطاع خلص المعاملة في 10 دقائق ما تبقى ربع ساعة، ربع ساعة ما تبقى نص ساعة، خلصت وانت اقعد، ولكن تتم معاملات الناس. أما أقعد أنا قاعد وما شاء الله متسدح كده على المكتب بتاعي معاملات الناس متعطلة، مر أنا بكرة يا سيد؟ ليه يا سيد؟ ليه يا سيد؟ يقول لك أصل أنا ماليش مزاج النهاردة، مراتي عاملة معاه مشكلة، وبعدين بعد كده مزاجي وحش، أخاف إن أنا أغلط المعاملة. خد إجازة اليوم وقعد في بيتكم، أما ما تجي هنا تضيع الوقت وتضيع العمل. أنت جاي هنا بتاخد راتب، مش راتب مغطى يا محمد؟ ما دام اليوم ده مغطى بالراتب لازم تشتغل بشكل صح، بشكل صح تتجرد. يبقى إذن الوقت يا إخواني ضروري جدا أن المعاملات تراعي فيها أهمية عامل الوقت. اللي سبقنا الغرب يا إخواني بالوقت 24 ساعة هو اليوم والليلة في أمريكا وفي قطر، وشوف إنجاز أمريكا وشوف إنجاز قطر. ليش هم تقدموا ونحن تأخرنا؟ يعرفون قيمة الوقت، إحنا ما نعرف قيمة الوقت، بنضيع الوقت عندنا كأن الوقت عدو لنا، ما قاعدين نهتم في الوقت. والوقت هذا هو الفيصل، الوقت هو الفيصل يا إخواني في حياة الناس، حتى في الجنة والنار الوقت هو الفيصل. توقيت مهم جدا، تبدع. والله أنا أذكر في يوم ذهبت في اليابان دخلت مع أحد إخواننا، كنا بنزور فورمان، هذا الفورمان باكستاني مسلم مسؤول شف مجمع كبير لشركة التويوتا. وإحنا ماشيين يا إخواني مرينا الغرفة بتاع المشرف هذا المجمع في آخر العنبر، وإحنا ماشيين في ماكينات بتشتغل، ماكينات خاصة متعلقة بالصناعة، صناعة سيارات التويوتا. واحنا ماشيين لغاية وصلنا مرينا حوالي 500 متر. فأنا بسأله بقول له أنتوا لما بتستعينوا بالروبوت هذا الإنسان الآلي، طب وين اليابانيين؟ قال لي وين الروبوت هذا؟ وين الروبوت؟ قلت له كل ماكينة أمامها إنسان آلي. قال لا. قلت له إيش؟ قال دول بشر. بشر؟ معقول؟ طلعت بنفسي أتأكد. وجدتهم ناس. ولكن أنت تمر بينك وبينه 50 سنتي ما فكر حتى أن ينظر إليك أنت إنسان ولا حيوان ولا نبات ولا جماد، مش خدك بالأحضان هلا مرحب مرحب وسيب الدنيا تهلك ولا بصلك عمل. والله تأكدت بنفسي، كان معي أخونا علي السويدي، قلت دول إنسان ولا آلة؟ ما حد يبصلك وماله مالك، خصوا فيك إيه؟ واحد جاي يتكلم مع صاحبك تقعد معاه، أنت جابني كرسي يا عم، كرسي عم محمد يعني يا ابني بتاع القهوة شاي وقهوة ونعطل العمل. طب تقول لي ربنا يوم القيامة عن هذا الوقت، الوقت ده مغطى براتب، الوقت مغطى براتب يا أستاذ غسان، دكتور غسان مغطى براتب 7 ساعات كل ساعة لها راتب. طب تقول لله يوم القيامة على الراتب هذا؟ وذيك الجودة مهمة جدا أنك تحافظ على وقت العمل بعينك. واحد أتكلم معاه كله ممكن برا، لما أنت الدوام بتاعك وقعد معاه بيت ساعة، أما في العمل ما في. أستضيف واحد في العمل ما له علاقة بالعمل إزاي يا إخواني؟ هذا ما هو مكان ضيافة، أنا ماني قاعد على قهوة، أنا عمل هنا عمل بتخطى عليه راتب يا دكتور، فلازم إن أنا وقت بتاع. واحد عاوز يقابلني يقابلني برا خارج الدوام، ما دام لا علاقة له بالعمل، له علاقة بالعمل مرحبا به، لأن مقابلته واستماع منه جزء من العمل. في الحالة دي أنا أفرق، ينبغي طبعا عاوز منك قرار قوي، لأن مسائل إحنا قاعدين نضرب في مسألة مر عليها مئات السنين نحن توارثناها. أخونا عماد الحاج لما راح أزوره يستحي يقول لك الدرويش سلم عليا، يلغي كل الملفات على جنب وشاي وقهوة وأخبارك والأهل والزمالك وأخبار السيسي والبسطويسي، وآخذ لي ساعة. طب والهلال خد منها السيسي والبسطويسي هذا؟ راح الوقت على غيري. فيلازم في العمل ما تكلم خارج العمل أبدا. يجيني واحد يقول له اسمح لي عاود تقابلني حضرتك تعالى بعد الدوام، أنا ببيت أقعد معك ساعتين، أما وقت هذا ملك الدولة، ملك المؤسسة التي أعمل بها حتى يكون راتبك حلال.
يبقى إذن حاجة الناحية الفنية. الأمر الثاني الناحية الزمنية، إن أنا أحرص إن أنا أستغل كل دقيقة من وقت المؤسسة في خدمة العمل الذي أتقاضى عليه راتب. الأمر الثالث هو مهم جدا، القيمة المالية، أحرص على أن ينجز العمل بأقل قدر ممكن من التكاليف، لأني مسؤول عن هذه المسألة أيضا. بعضنا فاهم إن إحنا في قطر هنا بحر، وذلك أبو خمسة حط جنبه صفرين، ده حلم يا عم فلوسهم يا عم، وبعدين ما هو الكلام ده خطر عليك لأنك أنت مؤتمن. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، قصة حدثت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه. نطلع الجو السخن ده، خش في الجو البارد. عمر رضي الله تعالى عنه عندما فتح بيت المقدس، الرجل هذا المسؤول بتاع ملك إلياء قال احنا عندنا تعليمات في كتبنا ان هذا المفتاح لا يسلم الا لامير المؤمنين قائد المسلمين. سيدنا ابو عبيدة والصحابة اللي معاه حاولوا، قال لهم مستحيل، لن نعطي المفتاح الا لاميركم قائد بتاعكم. عمر كان لا يخرج أصلا من المدينة إلا بشورى كبار الصحابة. عمر شخصية عملاقة ورجل الأمة كلها تدور في فلكه، لأنه كان رجل عجيب. يعني لما تقرأ تاريخ عمر تجد يفرق عن كل الصحابة حتى سيدنا أبو بكر في أمور كثيرة في السياسة العامة الموجودة دي ومعرفة الرجال. كان رجل في المدينة بيعين قادة عسكريين في الميدان لا يعرفهم، يعني ما يعرفوش مباشر، ورغم ذلك كان في قمة الإلهام والتوفيق. هذه كانت منحة من الله، لأن النبي أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام. فلما أصر قال عمر لازم يخرج لأخذ المفتاح، عمل مجلس الشورى واستشار الصحابة وقالوا خلاص الرجل مصر لابد أن تخرج. كانوا هم بيمنعون نفسه يخرج يجاهد في سبيل الله، فكان الصحابة يمنعون يقول لا، أنت رأس الأمة، في أبطال في ناس صحابة فرسان هم يقاتلون، أما أنت ظل معنا، لأنك أنت لو حصل لك مشكلة الأمة كلها هتتعطل بسببك. وكان يستجيب للشورى، لأن الشورى يعني إذا كنا قاعدين مجلس الشورى لازم مدير الإدارة يخضع للشورى. أمال الشورى بتلعب على العالم؟ ما احنا عندنا إشكالية كبيرة في الإدارة العربية، إن يبقى عندك 20 مستشار وراء رجلك اللي يمشي، أمال دول حيوانات ولا بني من دول؟ خطر خطر. ما جبت مستشار تسمع كلامه وتناقشه، خد ودي معاه. أما يقعد ورايك أنت أبو فيصل، ورايك أبو يوسف، أخو محمد، إيه رأيك فلان فلان فلان؟ طب أنا أرى كذا، ويلغي كل الكلام ده. يبقى دول أوباش ولا أوحاش ولا أجحاش ولا يطلعوا يدول يعني. طقة الرأس ما تصلح في المسؤولية العامة أصلاً. لازم الشورى. محمد يسأل الناس، أشيروا علي أيها الناس، النبي مؤيد بالوحي والعصمة والنبوة والرسالة والمعجزات وكل صغيرة وكبيرة، أشيروا علي أيها الناس. يعلم الناس إعطاء الرأي. ولازم تحترم الرأي. والنبي غير خطته الاستراتيجية في بدر بسبب واحد، وفي الخندق بسبب واحد مجهول. يعني الحباب بن المنذر ده لم يكن معروف من الصحابة، يعني له أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، صحابي عادي جدا، ولكن قال له الموقع ده ما موقع استراتيجي، نزل النبي على رأيه وكان نعم الرأي. فإذا كونك كده كنت مدير إدارة بتستشير مستشار لازم تحترم، مش عاجبك الكلام ناقشه خد معه وهدي. اما بعد ما تقعدنا ونكتب تقارير وكذا تقوم مكنسل الكلام ده كله، تطلع انت فيلم هندي من عندك وتمشي المؤسسه كلها على رايك، وانت احاط بكل شيء علما؟ لا، احاط بكل شيء علما؟ ما في احد احاط بكل شيء علما الا الله سبحانه، وذلك محمد يخضع لهذا الكلام وهو سيد العالم. فعمر كان يعمل هذا الكلام، فاراد ان يخرج الى المسجد الاقصى لياخذ المفتاح. عمل ايه؟ معاه واحد اسمه سالم، مولى من الموالي، طالع معاه في الطريق. سالم توقع ان امير المؤمنين حيركب على ظهر دابه، وسالم يركب على ظهر دابه اخرى، اثنين. واذ بسالم يجد ان امير المؤمنين ينادي على رجل من بيت المال يقول ائتيني بالناقه الفلانيه. فجت ناقه واحده. سالم بهيبه، لان عمر كان رجل مهيب، يعني كان بص الصحابه كده الناس تسقط على الارض من شده الهيبه. كان شيء عجيب يعني، حتى يقول أنا أرجل ظالم أنا؟ تخافوا مني ليه؟ يقول إن الله كساك هيبة لا نستطيع أن نواجهك. هذه خصوصية. فطبعا سيدنا سالم لما وجد التعليمات القيادة العامة تقول ناقة واحدة، قال خلاص حنشوف أمير المؤمنين ماذا يصنع. فضل سيدنا عمر مسك بيده لغاية ما طلع خارج المدينة. قال له يا ابني اقعد نتساهم، خير يا أمير المؤمنين؟ قال له إني أرى أن ناقة واحدة تكفينا حتى لا نستهلك كثيرا من بيت مال المسلمين، اللي هو ترشيد النفقات المبارك. هذا هو، ما أصرف ريال واحد زيادة أبدا عن الميزانية وإلا تقطع عنقي. كان ممكن يعمل إيه؟ يركب ناقة، والخادم يركب ناقة
وعادي ما هو عندك ملايين نناقش المشكلة، ولكن بيعلمك انك انت مسؤول عن المال العام. كل موظف لازم تعلم انك انت مسؤول عن المال العام، حتى لو عندك صلاحية ربنا هو لا يسألك. مش النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك هتسأل من أين وإلى أين؟ فإذا لازم تاخد بالك من المال العام صاحبي. حجب 5 أصلا يا عم دكتور خالد ب6 أبدا. لو حجبنا أبوك ما تجملش. بعض الناس روحت من عند فلان عشان ينفع، لا، المصلحة، مصلحة المؤسسة أني مسؤول عن المال العام بين يدي يوم القيامة. إحنا المال العام اللي عندنا المهدر يقيم دول أخرى، ولكن لأنه يوضع في بيت بعض الناس اللي دينهم ضعيف تضيع أموال المسلمين. أبو 5 ب15 ب16 ب17 وتفاجئ إن الجودة متواضعة والأسعار عالية لقلة الأمانة. فعمر كان ممكن يركب يا إخواني ناقة وثاني يركب ناقة، ولكن قالوا لا، لو إحنا ركبنا 2 حنستهلك أكبر قدر ممكن من أموال المسلمين، فأرى أن واحدة تكفينا. قالوا اتفقنا. طب حنمشي إزاي؟ هنركب 2 على بعض؟ قالوا لا، إني أرى أن نقتسم الطريق مثالثة. يعني إيه؟ فهمني برضو القصة دي. قال له ثلث أركب أنا وتمشي أنت، طيب، وثلث أمشي أنا وتركب أنت. قال والثلث الآخر قال تمشي الناقة وليس على ظهرها أحد. صور أنت بالله عليك النهاردة ما تحس 1 2 مسكين ناقة وماشيين، تقول لهم أنتوا عقلاء ولا مجانين؟ ليش ربنا خلق الناقة لتمشي وهي فاضية؟ ولكن هذه رحمة عمر بحتى الحيوان. قال له أرى أن نقتسم الطريق مثالثة. وذلك عمر يمشي وخادمه مولى من مواليه هو الأمام. حتى الإشكال العجيب أنه عندما وصلوا إلى بيت المقدس والصحابة خرجوا وآلاف مؤلفة تستقبل أمير المؤمنين، وجدوا أن رجلا يمسك بزمام الناقة وقد وضع حذاءه تحت كتفه، وهناك فوق الناقة رجل، فظن أهل إلياء أن الذي فوق الناقة هو أمير المؤمنين. ولكن لما بصوا كده عندهم علامات بأن أمير المؤمنين ده سيأتي وفي ثوبه 18 رقعة، وجدوا أن صاحب ده منشي وكاشخ على الآخر اللي هو ركب على الناقة، وأن اللي عنده 18 رقعة ده اللي ماسك الإيش؟ ماسك زمام الناقة. فاختلف الأمر عليهم، فبسرعة سيدنا أبو عبيدة جرى وقال له يا أمير المؤمنين ماذا تصنع؟ أنت بتعمل إيه؟ الناس دي هنا عبدوا الخلق من دون الله، عندهم البشر آلهة، ما يعرفون التواضع بتاع المدينة وانت جاي لي وحاطط لي. قال له اسكت، والله لو قالها غيرك لجعلته نكالا، ما أعزنا الله إلا بالإسلام. ما هي مسألة مظاهر يا أبا عبيدة، لو لبست لهم أعظم اللباس وكنتم منهزمين ما أطاعوكم ولا استجابوا لكم. يا أبا عبيدة إن الذي جعلهم صغارا الآن أمامك هو الإسلام، ولذلك ما ينظرون للأشكال. هم لم ينتبهوا يا أبو عبيدة، تكبر الموضوع. إحنا جينا بالعز بالقوة بالقوة. وذلك لما دخل عليها الرجل هذا اللي هو ملك إيليا سلموا المفتاح وعد الرقع واحدة واحدة. قال له عندنا في كتابنا أن الملك الذي سيتسلم المفتاح يأتيكم حافيا وفي ثوبه 18 رقعة، فعندما رأيتك حافيا يا أمير المؤمنين وقد وضعت نعلك تحت كتفك علمت أنك أنت الحق حقا. الشاهد حرص عمر على عدم التبذير في الإنفاق العام، ولذلك هذه من علامات الجودة. يبقى عمل متقن فنيا، أقل قدر ممكن من الوقت، أقل قدر ممكن من التكاليف. ولذلك أنت دائما تحاسب مندوب المبيعات أو عروض الأسعار، لو جت مناقصة دين إنك تبحث عن السعر الأقل، لأنه أحفظ لأموال المسلمين شريطة أن تكون هناك جودة. ولست بخب ولا الخب يخدعني. هذه الجودة ستنفعك في الدنيا والآخرة. تنفعك في الدنيا إن المؤسسة تعلو، مؤسسة تزدهر، الدخل يرتفع، المصروفات تقل، الجودة تكون في السحاب، تنافس على مستوى العالم. أخيرا أختم بالجزئية الأخيرة، ماذا تنفعني في الآخرة الجودة؟ تنفعك في الآخرة في شيء واحد بس. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، برضو قصة ليست طويلة. المرأة البغي، بغي بني إسرائيل أعزكم الله، كانت امرأة سيئة السمعة، وكانت تمشي في الصحراء، عطشت، بحثت عن بئر فنزلت فشربت، فلما صعدت وجدت كلبا يلهث
يلعق الثرى من شدة الظمأ، فنزلت فملأت موقها الخف وسقت الكلب. ده عمل كبير ولا عمل صغير؟ عمل إيه؟ صغير جدا. فشكر الله لها فغفر لها. يعني ممكن أنت تعمل عمل بسيط ومبارك وتكون فيه نجاتك يوم القيامة، بس بشرط الأمور الثلاثة دي: الجودة في الإتقان، لأنه لو لم يكن مطابقا لمراد الله ما قبله الله. أحيانا تجيك معاملة واحد بسيط جدا تجتهد فيها هي التي تكون سبب نجاتك في الدنيا والآخرة. الرجل الذي سقى كلب إخواني نفس الشيء، فشكر الله له فغفر له فأدخله الجنة. أنا أسأل سؤال: هل بالله عليكم هذا الرجل كان يتوقع أن هذا العمل سيدخله الجنة؟ أبدا، لأنه عمل مش أصلا. فالتحيان يكون العمل يبدو لكم عمل تقليدي، ولكن وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. الثلاثة الذين دخلوا الغار وانسدت عليهم الصخرة، كلكم تعرفوا القصة، لن ينجيكم مما أنتم فيه إلا أن تدعوا الله تعالى بصالح أعمالكم. كل عمل قدمه صاحبه ما كان يتوقع أن هذا العمل سينفعه بهذه الدرجة في يوم من الأيام. ولذلك أنا في الهلال هنا مقر عبادتي، المسجد بتاعك الهلال، ما دمت موظف في الهلال سواء في الوحدة الطبية أو موجود في إدارة هذا مسجدك ومحرابك، اظهر عبوديتك فيه لله تعالى هنا في عملك الذي أنيط بك، إنك تبذل أكبر قدر ممكن من الحرفية والدقة، تحافظ على أكبر قدر ممكن من الوقت، تحافظ على أكبر قدر ممكن من النفقة، ولعل عمل واحد، مراجع واحد من المراجعين، معاملة ناس في أقصى بلاد الخلق، الله يقول بهذا قد غفرت لك ورضيت عنك. الأعمال التي وردت في كلام النبي عليه الصلاة والسلام يا أخوان أعمال بسيطة جدا، ولكن شوف ماذا فعلت. عمل بسيط أدخل صاحبه الجنة وأخذ ثلاث مكافآت، أقل مكافأة أعظم من السماوات السبع والأراضين السبع. فإذا اجتهد في كل أعمالك، لأنك ستحتاج يوم إلى عمل من هذه الأعمال في الدنيا قبل الآخرة. حاجيك مطب شديد تجد أن الله يخرجك منه أنت ما تدري، لأن اللي نقل هذا الكلام هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يطلعك منه مثل شعرة من العجين حتى تتعجب كيف أنا نجوت. أحيانا تعمل حادث والسيارة تتدمر بالكامل، أي واحد يراك والمستحيل أن حد نجا منها، وأنت تطلع عشرة على عشرة. طب كيف؟ نقول لعل عملا، معاملة أنجزتها لعبد من عباد الله أنت لا تدري عنه شيء، فكتب الله لك نجاتك بهذه المعاملة. فهل نحن على استعداد أن تكون لدينا أعمال رائعة فيها إخلاص وفيها جودة وفيها حفظ وقت وحفظ مال، حتى لو تعرضنا لأي أزمة نجد عندنا أعمال تحدث تغيير محوري دقيق في حياتك؟ هذا الذي أتمناه وأرجوه. اسمحوا لي قد أكون قد تطاولت بعض الشيء، ولكن أنا أحبكم في الله تعالى، وأنتم إخواني وأنا أخوكم وخادمكم، وهذا بيتي. أتكلم أخونا مبارك وأخونا أبو فيصل وكل إخواني جميعا على أننا رجل واحد على قلب رجل واحد، فريق عمل واحد في مؤسسة واحدة. أتمنى أن نكون أهل جودة ربانية، ليس جودة أمريكية، جودة ربانية بثلاثة أركان: أول شيء إتقان العمل لأنه معروض على الله، والأمر الثاني الحفاظ على الوقت لأنه جزء من رصيدي، والأمر الثالث تقليل النفقات إلى الحد الأدنى لأني مسؤول عن هذه الأموال بين يدي الله يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.